السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد، واحنا بنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم أنسس باللغة العربية. درس النهاردة هنتعلم فيه يعني إيه سيل ستيت على الأنسس. الأنسس زي ما احنا شايفين لما خدنا في الدرسين اللي فاتوا، اللي احنا بنبدأ نتعامل مع بيئة أو لاي أوت، تمام، فيها مرتبين التيبس اللي هنمشي عليها، زي الاول بنعمل جيومتري الميش اللي سيت اب السوليوشن ريزلت، وبيظهر لي جنبيها زي علامات موجوده كده على جنب. طيب العلامات دي اللي هي السيل ستيت، بمعنى ان الانسس بيقدم لنا مجموعه من الايقونات بتسهل لنا الشغل بتاعنا، تمام، وتعرفنا ايه الحاجات او الايكونز اللي محتاجه مثلا ابديت وايه اللي فيه مشكله. مثلا يعني هنا ممكن في المش هنا معمول عليها جرين تشيك مارك او علامة صحة خضراء، يعني كده هي معمولة up to date والدنيا بتاعتها كويس، تمام. طيب لكن لو فيها مشكلة بقى هيظهر لي ايكونز تانية زي ما هنشوف دلوقتي. فاحنا دلوقتي هنقعد نتعرض للايقونات وهنشوف ايه معنى الايقونات دي، عشان بعد كده لما تظهر لنا نبقى عارفين ان الايقونز دي تعني ايه بالظبط. طيب اشهر الايقونز اللي بتبقى موجودة هتلاقوا في علامة مثلا زي علامة ال كوتشن مارك، بس بتكون مفرغة من جوه اللي هي unfilled question mark، تمام. دي المعلومات الأساسية ما بتبقاش موجودة في البارت بتاعي أو في الجسم بتاعي. مثلا يعني رسمنا جيومتري، رسمنا بوكس مثلا، تمام، وعملنا له اكسترود وعملنا له كل حاجة، لكن ما حضرناش دايمنشن أو ما عرفناش دايمنشن ليه، تمام. طيب بعد كده لما يجي يعمل analysis بقى ويشتغل، طب هيعرف الدايمنشن بتاعته ازاي؟ فدي كده بتكون بيدينا علامة ان الـ unfilled دي ان في حاجة ناقصة في الـ upstream بتاعي، في الـ يعني في حاجة في الموجودة غلط في الـ upstream بتاعي، تمام. طيب تاني حاجة ان الـ refresh requirement زي علامة السهمين الخضر دول كده، تمام. هنا انا غيرت مثلا الـ inputs بتاعتي او المعطيات بتاعتي في رأس المسألة مثلا. طيب بعد ما غيرت الـ inputs بتاعتي انا محتاج اعمل refresh عشان يحل بقى من جديد ويطلع نواتج جديدة وهكذا، تمام. طيب هي مهمة معانا في ايه؟ مهمة معانا ان مثلا انا مش مجرد ان اغير رقم في الانبوتس بتاعتي بتتغير اوتوماتيك في الاوتبوت، لا، انا هنا بغير الانبوت وبعد كده ممكن اعدل فيه تاني اغير زي ما انا عايز، وبعد كده بعمل ريفرش تو اروز بتاع تشيك مارك، تمام، وكده يغير لي في الاوتبوت على طول، تمام. يبقى كده احنا معانا الـ unfilled ومعانا الـ refresh requirement ومعانا تالت حاجة اللي هي attention requires. طيب الـ attention require دي هنا بيكون في مشكلة ولازم نحلها بقى، تمام. يعني لا، هو كده مش هيقدر يكمل الخطوة اللي بعد كده، تمام، الا لما تحللي بقى الخطوة دي او تحللي الخطوة اللي فاتت، تمام. يعني انا مش هقدر اخش في بروسيس جديده او في عمليه جديده الا لما تحللي ان في مشكله في اللي فات، حلها لي الاول عشان اقدر اكمل في البروسيس بتاعتي او في المطالب والاوتبوت بتاعي. بعد كده في علامات صغيره زي حاجات مثلا بتكون معموله عايزين فيها الابديت ريكوايرد او اعمل لها ريجنريت، تمام. دي بنعمل زي ابديت للرسمه او ريفرش للرسمه، وبيكون في مثلا علامة اللي هي green check mark دي كده ان السل دي او الخلية دي up to date والمعلومات بتاعتها كويسة صحيحة وكل حاجة، تمام، مفيهاش اي مشكلة. في بتلاقوا ان في علامة اسمها check mark، تمام، لكن فوقيها زي plus كده اصفر. هنا الخلية دي بتكون موجودة باخر تحديث، لكن ممكن تتغير لو عملت update تاني، تمام. يعني انا مثلا هي خلية موجودة باخر تحديث، انا جيت في الانبوت، تمام، غيرت حاجة. طب انا طالما غيرت في الانبوت المفروض هعمل جنريت او هعمل ريفرش، تمام. لما هعمل ريفرش المفروض دي بتتغير معايا اللي هي انبوت تشينج بيندم، تمام. طيب بعد كده هنلاقي 3 ايكونز ممكن يظهروا لي، ان ممكن يكون الريفرش فيلد مثلا، فيلد ريفرش، فيلد جنريت، او ابديت فيلد، او في اللي هي اتنشن ريكوايرد. يعني مثلا يكون مثلا في مشكله انا حلتها وافتكرت ان انا حلتها صح، وجيت عملت ريفرش او عملت ابديت عملت جنريت ما اتعملتش معايا وكان في مشكله فعلا في الانبوتس بتاعتي، تمام. يبقى دي كده معظم الايكونز اللي بتظهر معايا، المين انبوت ايكونز بتاعتي، تمام، التلات ايكونز بتوع المشاكل اللي ممكن يظهروا لي، والايكونز اللي فاتت اللي هي الانفيلد والريفرش وال
attention required will generate دي موجودة طبعا معايا. يبقى ده كده كان الدرس بتاع النهاردة. لحد عنده أي سؤال أي استفسار يقدر يبعتلنا على صفحتنا على الفيسبوك Learn Answers Arabic، وأرقام التليفونات والإيميل موجودين أسفل الشاشة. أشوفكم الدرس الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.